شهدت مدينة مراكش حفل اختتام أشغال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الإفريقية 54 الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين. هذا الاجتماع الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار نحو إفريقيا صامدة، كان فرصة لتحليل التحديات المطروحة على البلدان الإفريقية وللتبادل حول السبل الكفيلة بمساعدتها على مواجهتها. الاجتماع أثار نقاطا هامة من شأنها أن تساعد البلدان الإفريقية على بلورة استراتيجيات وتجاوز العديد من الإكراهات التي تواجهها اليوم، ومكن من إعداد مذكرة موجهة إلى رئيس البنك الدولي وإلى رئيسة صندوق النقد الدولي تذكر بأولويات القارة وتطلب من مؤسسات بريتن وودز تعبئة أكبر من أجل إيجاد المزيد من الحلول ومن الموارد لمواكبة البلدان الإفريقية. انتهينا هاد الاشغالنا ديال هاد اليومين برساله واعلان ديال مراكش اللي ذكر باهم المحاور اللي تلقات لها هاد الاجتماع ديال يومين، وكذلك غتكون رساله اللي غادي توجه للرئيسين ديال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في خلال اجتماعاتهم في شهر اكتوبر لتعبئة أكثر ولإيجاد حلول مبتكرة لهذه التحديات التي تعيشها القارة الإفريقية. وتوجت أشغال هذا الاجتماع باعتماد وثيقة ختامية أطلق عليها اسم إعلان مراكش، حيث دعا المشاركون من خلال هذه الوثيقة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تخفيف سريع كامل وهام للدين قصد مساعدة إفريقيا على التعافي من الانعكاسات السلبية الناجمة عن الأزمة الوبائية المرتبطة بكوفيد-19 وعن الأزمة الأوكرانية، وكذا التقليل من المخاطر على آفاق النمو.